السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناشط الجمعوي حمد منصور، ربي يحفظه إن شاء الله. دائما صاحب مبادرات، هذه المبادرات خيرية، المبادرات الخيرية، وأهمها عملية التشجير، لأنه من أهم الأشياء عملية التشجير. مسألة تحتاج إلى تشجير فعلا، وخاصة في الأشجار التزيينية، الأشجار الزينة ذيك. هناك مبادرة تشجير، مسابقة أو مبادرة تشجير، ندوروا التدعيم تاع المنطقة كل ولاية كاملة، مش كل أصدقائنا اللي معانا. دروك يشرح لنا الأخ حمادة اسمه العملية، ولازم يعود المشاركة كبيرة وكبيرة جدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كاينة مبادرة أنا نقول عليها مبادرة والله حملة. كاين هذيك الصفحة نتاع إغراس شجرة، مجموعة تاع إغراس شجرة بالتوع المدية، دايرين مبادرة ومسابقة. أول أكثر تعليق اللي يجيب أكثر جامات، أكثر إعجابات، يفوز بألف شجرة. حبيت نشارك فيها وشاركت، وكاين ثاني دوائر اخرى من البلديه تشاركوا. درت تعليق نتاعي هو اللي سميته دائره مسعد ولايه جلفا، وشاركت وقعدت فيها منافسه. كاين منافسه من وسام، من عن وسارة، من البيرينو، فهمتني. درت هذا اللي سموه، ودرت منشورات باش الناس تعاوننا. ما نكذبش عليك، كما يقول لك المشاركه قليله ياسر، معناها لازم الدعم. احنا وليدات مسعد لازم كامل نتكاتفوا باش نربحوا هذه المسابقه. هذه المسابقه فيها 10، فيها 1000 شجره. دير حسابك 1000 شجره في مسعد، فهمتني، 1000 شجره في مسعد، ومن نوع الزين، من نوع معناها المخير، من نوع الله يبارك، جاكاروندا، زيتون، نوع تيكوما، سيليكتا، معناها انواع مخيره، معناها السعر تاعها من 40000 وفوق. جاتنا الفكرة هذه، قلت نشارك نشوف وليدات مسعد داك راهم يدعمونا، وان شاء الله. انا ما نكذبش عليك، انا والله غادي نتفائل، حتى الصفحات الاخرى راهم فاتونا، راهم في 1500 1600، وانا راني في التعليق تاعي راه في تقريبا 800 اعجاب، وقليله نظن، راها قليله. ونداء، نداء للشبيبة، اي شخص ان كان، ماهيش لي حاجه صعيبه. الرابط تاع الصفحه راه عندي في الصفحه تاعي، ولا في صفحه الشيخ بلال ديب، ادخل الرابط هذاك تلقى تعليق تاعي تاع دائرة مسعد ولاية جلفة. دير اعجاب برك، ما دير حتى حاجة، اعجاب ولا تعلق كيما تحب، المهم الاهم هو الاعجاب، لانه التعليق اللي فيه اكثر اعجابات هو اللي يفوز. المدة تاع المسابقة هذه حتى اليوم الخميس الجاي، معناها عندنا هذه في 2 سمانة قادرين نجيبوا 10000 ولا 20000 اعجاب. الخميس على قداه اخر اجل، على قداه الوقت، التوقيت تاع الخميس؟ نظن في ال 12 تاع الليل، وان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الرجال وليدات مسعد الحرار يعاونونا، راه حتى حاجه مش راح تخسر حتى حاجه، لا مجهود بدني ولا حاجه، اعجاب فقط في هذه الصفحه، وربي يبارك. اعجاب او تعليق؟ او تعليق. هل ممكن الاعجابات اكثر؟ الاعجاب هم اللي هل ممكن اعجاب كل واحد عنده اعجاب، ولا يقدر يدير هي اكثر من اعجاب؟ التعليق لي لا، الاعجاب واحد فقط، اعجاب واحد. التعليق اللي يجيب اكثر اعجابات في المنشور هذا هو اللي يفوز بالله. احنا من خلال حمد منصور، انا في الحق اناشد الاصدقاء تاعي قبل انايا، النظامين تاعي كما يسموهم، نناشدهم باللي يدخلوا للرابط له في تاع غرس الشجره هذيك مسابقه، ويديروا اعجابات. كان يعودوا 5000 عندي 5000 صديق، نربحوا المسابقة إن شاء الله، نربحوا. أسيدي أعطونا 1000 من 5000 تاعي، أعطونا 1000 إن شاء الله باسمي أنا، أعطوني 1000 باسمي أنا، أسيدي باسمي أنا يعطوني 1000. أسيدي كنا أعزاز عليكم، أعطونا 1000، أعطونا 1000. إحنا رانا مخلصين مرتبة ثالثة، المفروض إحنا رانا عين وسارة ب 1500، والبيري راه ب 1500، احنا رانا الساعة في 800 درهم، معناها لازم كيما يقول لك حملة كبيرة. شكرا. اللي عنده واحد يبعث له، اللي عنده ماشي لي حاجة. شكرا رقيق جمال، قال لك أعطانا الرابط، أو أعطانا الرابط في المباشر، ربي يحفظه إن شاء الله. هذا هو الرابط، ادخلوا له وديروا جام في دائرة مسعد ولاية الجلف. التعليق تاعي، التعليق تاع الأخ حمد. احنا نزيد نعاود،
اذا ما اذا مش انا اصدقائي راه مش قام من 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 مسلم اصدقاء من كل بلاصه. تحياتي لك استاذ بلال الله يحفظك ان شاء الله العايب صدام. سلم على حمد الله يسلم عليك وقول له ما راها تسلك ان شاء الله. قال تسلك ان شاء الله. عبد المغيث انس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد المغيث ادخل الرابط دير جام تايا والعايب ورقيك جمال ادخلوا ديروا لنا ابداوا لنا انتم ثلاثه دروك. حنا نتمناو اننا نتكاثف ونتعاون مش من اجل حماده باش يربح حماده العكس لانه الف الف شجره جايه المسعد المتسبب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم حماده تجينا الف شجره من كل انواعها. الف شجره انا نقول تغطي كل مسعد تغطيها وهذه ما فيها حتى هذه فائده اول المسعد. وثاني نعطو كذلك باننا نستطيع ان نتكاثف ونستطيع ان نكون نبتعد عن الخلفيات نبتعد عن الحزازيات. تجمعنا مسعد تجمعنا الجلفه تجمعنا الجزائر والحمد لله احنا على ابواب اعظم ذكرى واجمل ذكرى واروع ذكرى هي ذكرى اول نوفمبر ذكرى اول نوفمبر اندلاع ثوره اكبر اعظم ثوره في التاريخ الحديث عرفها العصر الحديث نوفمبر جل جلالك فينا ألست الذي بث فينا اليقينا سبحنا على لجج من دمانا ورحنا إلى النصر نقود السفينة. زيد درك يزيد عاود لكم حمادة النداء تاع نداء لأي شخص أي مواطن مسعدي كبير وصغير راه كامل ما كانش فيه الوقت لدي ما عندش فيسبوك. كاين مسابقة ديرتها مجموعة تاع أغرس شجرة تاع مدية اكثر تعليق يجيب اكثر جام اكثر اعجابات اعجاب هو اللي يفوز ب 1000 شجره. محمد ان شاء الله مش حاجه لي كبيره والله ما هي حاجه كبيره. حاجه واحده اخرى كاين ثاني ملاحظه واحده اخرى هذه المجموعه اللي راني من قبل حق انا مامو جاونا ديك نهار جابوا لنا 300 شجره الله يبارك فيهم ان شاء الله. الله يبارك اي راهم موعدونا باش يجونا في نوفمبر ان شاء الله. هذه المره راح تكون كما يقول لكم مبادره من نوع اخر كاع راح تكون مدرستي الخضراء. هذه المبادرة راح تكون للمدارس فقط مدارس ابتدائيات وثانويات والإكماليات إن شاء الله الإكماليات إن شاء الله بإذن الله. محمد طاهر وعليكم السلام ورحمة الله. هيا محمد طاهر إسلام محمد هيا شاركوا الرابط وابعثوه إلى كل الأصدقاء. نتمناو أنا عارف باللي إذا مسعد وطني حبه ساكن في الدم مسعد بر العز لو كان سالو لو سالوك الغايبين على منعم قولهم مازال مسعد برجاله صح. حتى وعندي واحد البيت ثاني دائما نشتي نقراه انا في بيت شعر دائما نشتي نقراه اهواك مسعد مهما كنت ظالمتي فالهوى يا انت غلاب سيف تخلل من عمق خاصرتي كالارقم العطاب عطاب. والله يا البلاد والله شتينا يا ودي شتينا تولي مانيش عارف تولي رائده تولي كما كانوا يحكوا لنا عنها الاباء والاجداد. كانت مدينة كانت قبلة كانت حاضرة لكل الأطياف كانوا المفكرين يجوا كانوا الشعراء كانوا العلماء كانوا الكتاب كانوا حتى في يوم من الأيام أنه كاين مواعين تاع قهوة راهم عد ملاهم قال لي هذو نشرب فيهم شاعر الثورة مفدي زكريا في مصر. هذه مصر نتاعنا ياتل نخرج من 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 نخرج من القوقعة ونخرج من الخلفيات والحزازيات اللي دار خير نقولوا له ربي يحفظك ربي يعاونك ان شاء الله. اللي قال كلمة طيبة نقولوا ربي يعاونك ربي يحفظك ان شاء الله. اللي المريض نعاونوه الزوائن نسعوا معاه وهذه الدنيا خلقت هك. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مانيش عارف ان شاء الله رسالتنا وصلت رسالة اخينا حمادة منصور ان شاء الله توصل وان شاء الله يا ربي مرة سهلة انا ما نظنش عادية جدا كاع مش عادية. لو كان جينا رانا متفاهمين ما تحتاج حتى كيما يقول لك لايف ومشية ولا راه سهلة كاع منشور تلقى منشور دير اعجاب وخلاص شحال تخسر ما عليش حنا نديرو فذاك ان الذكرى تنفع المؤمنين. احنا رانا نبادروا من اجل مسعد راه ما عندنا فيها لا ناقه ولا جمل ما عندنا فيها حتى كان المصالح الشخصيه. جات هذه الفكره كان خير الناس اللي اتصلوا بنا
جات هذه الفكره هذه جسدناها وان شاء الله احنا ماذا بينا جينا على الشجره ماذا بينا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون من نصيب مسعد الاستاذ علي زرقين تحياتنا وشاركنا في الرابط دير النجام وقول اصحابك يديروا النجام كذلك انا حاب نسقسي حماده منصور برك اكملت الدراسه الجامعيه كملت الدراسه واش ممكن تعطي المشاهد وين كملت الدراسه نتاعك انا حاليا راني ماستر دو اقتصاد نقدي بنكي اقتصاد نقدي بنكي في جامعه جف كملت الدراسه خلاص كملت العام اللي فات درت سوتنونس كملت كل شيء الحمد لله ها وعدنا ماستر راكم تخزروا في حماده هاك تخيلوا مثلا هذا حماده راه طالب جامعي والله يبارك تعرفوه زين وبن اسره ثوريه ونحن على مقربه من الثوره الكبرى الاخ الززق احمد تحياتنا نتمنى انه تشاركنا في الرابط تدخل الرابط تاع مسابقه الشجره تاع دائره مسعد ولايه الجلف نتمنى انه رسالتنا وصلت تابعونا بعد قليل سنلتقي مع مبدعين شابين من مدينتنا مسعد الحبيبة مسعد الجميلة هذه المدينة فرحات الزرويل أهلا وسهلا بك فرحات الزرويل ثاني راه عندك أصدقاء ياسر شاركنا في مسابقة تدخل الصفحة تاع حمادة منصور وديروا إعجاب وقول أصحابك يديروا إعجاب في مسابقة الشجرة سعيد يوسف كذلك صديقنا سعيد يوسف ها هو الرابط رقيق جمال ربي يعطيك الصحة إن شاء الله سعيد يوسف حمد والشيخ بيلو حفظهم الله ورعاهم ربي يحفظك سعيد يوسف ولكن زيدنا شوية ادخل للرابط اللي راه داروا رقيق جمال وديروا لنا الإعجابات فرحات زرويل دمتم دائما أوفياء والله الإبن حمادة يعتبر عنصرا مهما وناشطا في مسعد نفتخر به ونفتخر به وتفتخر به كل مسعد إلى الأمام. بياه إن شاء الله. تفضل قلت لي نزيد. نروح حبارك سمو. الرابط هذا تدخل كي تدخل الرابط تلقى المنشور نتاع هذه المجموعة. هي مجموعة آخر الشجر نتاع الأندية. صح. تلقى المسابقة هذيك التعليق نتاعي اللي هي كاتبه أنا كاتب دائرة مسعد ولاية جلفة. تدخل هذاك التعليق هذاك دير إعجاب. لا أكثر تحب تعلق بمسعد ثاني راه فيها حسابها ثاني هم يحسبوها. دائرة مسعد ولاية الجلفة تدخل للمسابقة في الصفحة نتاعهم. الصفحة نتاعهم. إغرس شجرة. تدخل دائرة مسعد مصطفى بن سعيد النجم العشرة مصطفى بن سعيد تحياتنا إليك. لاموشية. ادخلنا الرابط راه دايروا رقيق جمال وديروا لنا جام في منشور تاع حمادة منصور في مسابقة إغرس شجرة مسعد دائرة مسعد ولاية الجلفة رقيق جمال وقل له إطاقي أصحابه نعم يأتينا الأخ من بعيد من هناك من بعيد أمين دينار المايسترو أمين دينار حمادة أنسخ الرابط وطلعوا أنت به تجيهم سهلة راه طالع على الرابط راه دايرو حماده راني دايرو انايا وزيد انت دايرو امين ديلار تراك شويه طويل علينا شويه يشوفوه قدامنا حنايا اخينا احمد قرزو كذلك احمد الاخ احمد قرزو ادخل الى صفحه احمد او الرابط اللي راه دايرو رقيق جمال ادخلوا دير لنا اعجاب في اغرس الشجره مسابقه اغرس الشجره مسعد دائره مسعد ولايه الجلفه تحياتنا لأخينا أمين ديلار هناك في بجاية أظن أنه في بجاية خدام ربي يعاون إن شاء الله الأستاذ محمد غيبش تحياتنا ليك من مسعد إلى قرية السي مخلوف بن قسيم الشهيد الرمز سي مخلوف بن قسيم في قرية الشوشة ادخل الرابط يا سي محمد غيبش وديرنا إعجاب في مسعد دائرة مسعد ولاية الجلفة في مسابقة إغرس شجرة تلقاها في صفحة حمادة منصور زيدونا شوية قبل أن نودعك إذا إن شاء الله أمين دلار يا الحاج سقسيه شحال بجام شحال فايتينو بجام فايتيني بنص
فايتينو من زو عنده 800 جيم ومنه ومنه عنده 1500 1600 عبد العزيز يوسف غرس الاخلاق قبل غرس الاشجار. نعم أكيد. الاخلاق صح. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. صدقت. و الاخ فرحات الزروين حبذا ان شاء الله في ان شاء الله تنجح الفكره وتجيب لنا الشجره. لا تنسوا غرس بعضها في ساحة نوفمبر. نعم أحسنت. ممكن قاعد تعود نص صفي أول نوفمبر إن شاء الله. ماذا بينا إن شاء الله تعود قاعد. ممكن على سبب قاعدين باش نغطوا هذيك البلاصة هذيك. رقيق الآخر رقيق جمال راهم فايتيننا ب 700 نقطة. إذا سنحطم الرقم القياسي الليلة إن شاء الله. عندنا الوقت من على سمانورها. إن شاء الله الليلة نحطم إن شاء الله في هذه الليلة سنحطم الرقم القياسي. إن شاء الله بفضل أبناء مدينة الحالمة مسعد. نعم. ربي يبارك فيك. مسعد 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 الله الله. عندما لو تسألوا كل واحد روحوا سقسوا كل واحد خطاب مسعد يسافر يقعد أيامات ويعود فارح وجاي المسعد والله يقعد يجي المسعد كما صرفنا هذه دائما تربطنا بهذه مسعد حتى ونتقلقوا حتى ونتنرفا وحتى وتضيق ساعات شرواحنا هنا في مدينتنا لكن تبقى حبها وعشقها كبير وكبير جدا هذه المدينة ومدينة الحالمة. إنما الأمم الأخلاق ما بغيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا الناس بحسن أخلاقكم. أمين المايسترو أمين ميمون تحياتنا. وادخل إلى صفحة حمد منصور مسابقة اغرس شجرة في ما علق به الأخ حمادة منصور دائرة مسعد ولاية الجلفة ودير لنا جام وقول لأصحابك يديروا جام. يجب أن نحطم الرقم القياسي الليلة. فرحات حبها الغلب. نعم حبها. نعم ماذا قلت فرحات الزروين لأن حبها لغالب. هذه مدينتنا تربينا فيها درسنا فيها تعلمنا فيها لعبنا فيها طفولتنا كلها فيها. سلام الحار لهذا الشاب العزيز الغالي. نعم الأخ ميمون أمين ميمون حمد عزيز على كل الناس ويعزه قاع الناس لأنه فعلا ولا نزكي على الله أحدا. ميمون حسن كذلك يشاهد أهلا وسهلا بك. أدخلوا إلى صفحة حمادة منصور وديروا النجام في مسابقة إغرس الشجرة. الكثير والكثير كلنا كل وليدات مسعد وقلنا كما قلنا تربينا وتعلمنا ولعبنا وطفولتنا في شوارع وحواري هذه المدينة في أحياء مسعد العريقة. نتمنى أن نتكاثف ونضع اليد في اليد من أجل أن تكون مسعد ولاية نعم ولاية رائدة. مسعد بمشمشها وبرمانها بتقاليدها بصناعاتها ببرنوصها بقشابتها الوبري بإطاراتها حرائرها بشيوخها بكل بعلمائها. هذه هي مسعد. والله صدقوني دائما عندما نخرج في بعض الولايات من هنا وهناك والله كيحدثنا على مسعد قد نفرح وكيحدثنا على مسعد والله قد نعود أفتخر أنني في ذيك اللحظة نعود مفتخر أنني من هذه المدينة التي يحدثنا عنها. الأستاذ بالخير بن ناجي حفظك الله تحياتنا لك من مسعد الفيحاء إلى الجزائر العاصمة إلى الميديتي. تحياتنا إليك. كما رانا نقولوا أستاذنا بالخير ادخل الصفحة تاع حمادة منصور ودير النجام في مسابقة إغرس الشجرة لأننا رفعنا التحدي ورفعنا الشعار. صويلح عبد الباقي تحياتنا الأخ صويلح عبد الباقي. نتمنى أنه كذلك صويلح عبد الباقي لك أصدقاء شاركنا. هؤلاء الناشطون كلهم ناشطين وأنا متأكد أننا كلنا صغيرنا وكبيرنا شيخنا ورجالنا وحرائرنا أكل يشتو البلاد يشتو مسعد
انا عارف بلي شتو مسعد، لكن الظروف شويه مش مواتيه، ان شاء الله الظروف تتحسن. ربي قال سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، معناها ان شاء الله تتغير مسعد من الى الاحسن ان شاء الله الى الافضل. هذه البدايه راه قادره تعدد البدايه ميو امور. ربي يحفظكم حماده، ربي يحفظوا هدى من هدات احمد بن العسكري. نعم ربي يرحمه ان شاء الله. الحاج احمد الله يرحمه، الحاج احمد منصور. انا عندما نتكلم عن هؤلاء الرجال فعلا انا عشت فتره مع هؤلاء المجاهدين، كنت اتحدث كانت علاقتي بهم طيبه، وما زال ازورهم اليوم احياء نزورهم. والله كي حدث على مسعد صح اشعر بانني فعلا اعيش في مدينه الثوره، ومدينة الجهاد، ومدينة العلم، ومدينة العلماء. ما يحدث أو ما ممكن ياسر يأسين من حال مسعد، ولكن لا يأس مع الله سبحانه وتعالى. تفاءل خيرا تجده إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، أصدقائي في كل مكان، إذا كنتوا تحبونا وتشتونا وكما راكم تقولوا دائما معانا ودائما مع مسعد، ها هي مسعد مبادرة مسعد في مبادرة بسيطة خفيفة لصاحبها الناشط الجمعوي حمادة منصور. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تستجيبوا لنا الليلة، وإن شاء الله نفوتهم بكرة إن شاء الله يا ربي نفوتهم ونحقوا نربحوا المسابقة، وتصبح وكل واحد يشارك في المسابقة نقف معه من بعيد ومن قريب ولو بكلمة طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل شبابنا الخير في مسعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنح أو يحقق آمال وأحلام شبابنا في مسعد إن شاء الله. اللي راه يدور يكمل قاعته إن شاء الله يكملها، واللي يدور يبني بيت ربي إن شاء الله يوفقه يبني بيت. هؤلاء الشباب أصحاب القلوب البيضاء، أصحاب القلوب المليئة بالخير، أصحاب القلوب المحبة للخير، هؤلاء هم من يبنوا مسعد. فالشباب الشباب الشباب هم القلب النابض لمدينة مسعد، مدينة الحالمة. إن شاء الله يا ربي نتلقاه في ساعة طيبة، وتابعونا بعد قليل كما قلت مع مفكرين ومع مبدعين شابين إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.